معنا اتصال هاتفي من أستاذ محمد بعود الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك، تحية لك ولضيفك الكريم، وبلغيه شكري على المعلومات الوافية. نعم أشكرك أستاذ محمد. يعني بعد التحية، تابعنا هذه العملية الإرهابية صباح اليوم والذي أنتج عنها أو نتج عنها مقتل إرهابي وثلاثة شرطيين. برأيك هل هناك ربط بين ما حدث اليوم أو في صباح اليوم مع بدء هذه الحملات الانتخابية التونسية؟ بداية أعتقد أن العملية لا رابطة بينها وبين انطلاق الحملات الانتخابية. هي عملية كمين عادي نصبته قوات الأمن لمجموعة رأت أنها بدأت تتحرك في منطقة ما فأوقعتها في كمين، قتلت منها ثلاثة إرهابيين واستشهد رئيس مركز الحرس الوطني بحيدرة. وأنا يعني بصراحة ربما يكون كل شيء جائز، لكن أنا شخصيا أستبعد أن يكون لها علاقة بالانتخابات، لأنه نعرف جيدا أن هؤلاء الإرهابيين في الجبال لهم أجنداتهم الخاصة ولا يعدلون على أي حدث وطني، بل عندما يجدون الفرصه للضرب فانهم يضربون، وارتباطات اقليميه ودوليه اكثر منها محليه. نعم، يعني كيف تتابع سير هذه العمليه الانتخابيه وبدء الحملات الانتخابيه؟ يعني برايك ما الذي تتوقعه خلال الساعات القادمه؟ انطلقت يعني في الساعه 0 منتصف ليله البارحه، انطلقت بقوه، هناك يعني كل مترشح اختار المحافظه التي ينطلق منها في حملته الانتخابيه. رئيس الحكومه اليوم في العاصمه ومساء في المهديه، محمد عبده في القيروان، منجي الرحوي في الكيف وغيرها، يعني تقريبا كل مرشح اختار ولايه معينه للانطلاق. ما لاحظناه هو ان تقريبا هناك نفس التشابه في البرامج في الخطاب. تعرفين جيدا سيدتي ان صلاحيات رئيس الجمهوريه بالدستور التونسي تبقى محدوده جدا، وبالتالي يجب المرشح نفسه حتى في حرجه ان يتحدث على تلك المواضيع التي تخلق رايا عاما انتخابيا، مثل مواضيع التنميه والتشغيل ومحاربه الفقر ومحاربه الامميه وغيره. هذه المواضيع يعرف جيدا المترشحون انها لا تنطلي على الناس لانها ليست من صلاحيات رئيس الجمهوريه، وبالتالي رئيس يعني مرشح في صلاحيات محدوده يبقى خطابه يدور حول الموضوع او يدور حول الاساسات التي ينتظرها المواطن او الناخب دون ان يستطيع التعمق فيها. وبالتالي راينا خطابا في الايام الفارطه كانت بعض القنوات الخاصه تعرض يوميا اكثر من 4 إلى 6 حوارات مع المترشحين، فلاحظنا انه تقريبا البرامج متشابهه، الخطاب مش متشابه، حتى المصطلحات والالفاظ كانت تكون متشابهه. ما لوحظ ربما في انطلاق الحمله الانتخابيه خارج ارض الوطن التي انطلقت اول امس، وصول السيد يوسف شاب رئيس الحكومه الى اليوم في فرنسا، في حين اختار عبد الفتاح مور مرشح حركه النهضه مدينه روما في ايطاليا لاطلاق حملته الانتخابيه. هناك تحشيد وتعويل ايضا على الجاليه التونسيه بالخارج وخاصه في اوروبا التي تعد تقريبا اكثر من 1,200,000 نسمه، وبالتالي الاجواء بدات يعني ربما تزداد حرارتها يوما بعد يوم مع انطلاق العمليه الانتخابيه. ما يمكن ان نختم به ان المترشحين 26 تقريبا ينطلقون بحظوظ متقاربه او ربما يعني غير متباعده على بعضها. الى حد الان لا يوجد شخص يمكن ان نقول انه سيجتاز الدور الى الدور الثاني منذ الوهله الاولى، او ان شخص ما يمتلك قاعده شعبيه اكثر من الاخرين، لا بالعكس، يبدو ربما هناك في الكوكب الاولى حوالي 10 الى 12 اسم متقاربين، وفي الكوكب الثاني تقريبا بقيه المترشحين. لكن استاذ محمد، يعني عذرا عن المقاطعه، هل تابعت المؤتمر الذي نعقد من قبل الهيئه العليا المستقله للانتخابات حول اجراءات الانتخابات؟ يعني كيف تقرا القائمه التي وضعتها هذه الهيئه للمرشحين؟ يعني قائمة المحظورات الانتخابية ما استطعنا أن نقول. نعم، هذه القواعد، وماذا إذا تم خرق أي من هذه القواعد؟ ما يمكن التأكيد عليه أن الهيئة إلى حد الآن صارمة في تطبيق القوانين، وقد وصلتها عديد الاحتجاجات والطعون، خيرت أن يحسمها القضاء وحالت كل الملفات إلى المحكمة الإدارية التي نظرت فيها ابتدائيا واستئنافا، وأثبتتها الهيئة مثل وجود مترشح داخل السجن ومترشح آخر خارج أرض الوطن، ومع ذلك لم تجد عليهم أحكاما تمنعهم من الترشح فقبل ترشحاتهم وبقوا في السباق. أما بالنسبة لمسألة السقف
سقف الصرف المالي خلال الحملة الانتخابية، وتحجير الأموال الأجنبية مهما كان مصدرها وبأي شكل، ومسألة الإساءة إلى المعتقدات أو الإساءة إلى ثقافة الناس أو الأعراق أو غير ذلك، كل هذه المواضيع التي حجرتها الهيئة والتي وضعت فيها تقريبا ما يسمى عندهم بقرارات تركيبية في الهيئة، لأنها تحتكم إلى الدستور أولا والقانون الانتخابي ثانيا والقرارات التركيبية للهيئة ثالثا، وبالتالي أعتقد أنها ممسكة بزمام العملية الانتخابية وتبدو صارمة في تطبيق القانون. نتمنى أن يستمر ذلك إلى الآخر، خاصة وأنها أنجزت استحقاق 2014 على دورين على دورتين ومعه استحقاق تشريعي وخرجت منها بسلام كما يقال. التونسيون عندهم ثقة في هيئة مستقلة للانتخابات. نعم. وإن شاء الله تمر بسلام إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد بعود الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.